خليني أبدأ معاكم النهاردة بتصريحات الكابتن محمود الخطيب، تصريحات مهمة جدا، وإن كانت قد تأخرت ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. خلينا نسمع ماذا قال الكابتن محمود الخطيب في هذه التصريحات منذ دقائق من الآن، ثم نعود لنستقبل مراسلنا أحمد السيد ومزيد من التفاصيل. تفضل يا أستاذ خالد. ياسر مستقبل النادي. وبالنسبة لجمهورنا طبعا زي ما قلت، جمهور دايما بقول الجمهور هو الدعم الرئيسي للنادي الأهلي في كل أموره وفي كل أعماله. الجمهور عندنا ماتش مهم جدا بكرة، وعندنا ماتش إن شاء الله يوم 2 في الشهر بإذن الله، اللي هو أفريقيا بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله بإذن واحد إن شاء الله. كل طبعا الجمهور يكون داعم دايما لفرقته ومحفز، ويعني بيحفز لعيبته دايما، هو ده اللي احنا تعودناه. واتمنى ان يكون الجمهور يخلي كل تركيزه مع فريقه، وما لناش دخل باي، يعني ارجو ان محدش يبعده عن اي يعني اي هتافات اي اشخاص او ضد اي هيئات. جمهور النادي الاهلي دايما يعني بيكبر ناديه وبيشيل لعيبته في وقت الازمات يعني، فاعتقد ان الجمهور واللعيبه بيتفاعلوا معاه كمان، لكن نبعد عن اي حاجه ممكن تسيء يعني. النهارده يوم حضرتك كان طويل جدا، يمكن نبعد عن اي شيء ممكن يسيء. دي كانت كلمات خرجت من محمود الخطيب على استحياء.